أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عدة مرات بسفر واحد؟ يجوز، لكن الأفضل أن يكون كل عمرة بسفر، وإن جمع في سفر واحد فلا بأس، لكن يجعل بين العمرتين شيء من الوقت، يجعل بين العمرتين شيء من الوقت، بحيث يخرج في رأسه شعر لأجل حلقه. نعم.